الشؤون، أهلا بكم. وزارة الداخلية بكل ما فيها تعمل لخدمة المواطن والوطن ليل نهار، وهو شعار لا بديل عنه أن الشرطة في خدمة الشعب. وتوجهات الوزارة والسيد المعالي وزير الداخلية عبد الأمير كامل الشمري واضح وصريح في القضاء على الروتين والمحسوبية والابتزاز والرشوة، وعلى تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية للناس أجمع. عمل متواصل في مؤسسات الوزارة والأبواب مشرعة، وبقلب رحب في السماع لمقترح واستفسار وشكوى المواطن دون قيد أو شرط. فهنا الشؤون برنامج مرئي يسمعك، وهناك الكثير من الأبواب، دائرة العلاقات والإعلام وشكاوى المواطنين والمكتب الإعلامي الخاص لمعالي السيد وزير الداخلية المحترم. كل العمل بتوجيه من معالي السيد وزير الداخلية السيد عبد الأمير كامل الشمري، والتحية لك سيدي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الشؤون، معكم في الإعداد والتقديم أخي وزميلي المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية، وأنا محدثكم مدير المكتب الإعلامي لمعالي السيد وزير الداخلية. أهلا بك سيدي وصباح الخير. صباح الخير أخي العزيز مقدم محمد، صباح الخير لكل متابعي مشاهدي قناة الفرات الفضائية، صباح الخير لكل قادتنا في وزارة الداخلية وعلى رسم السيد معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المحترم الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في بغداد وكافة المحافظات. صباح الخير لكل السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات وعلى رأسهم السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم. صباح الخير لكل أبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود المرابطين في ساحات الوغى والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكادر برنامج الشؤون وللمخرج المبدع نورس نعزي. صباح الخير أخي العزيز مقدم. شكرا لك يا سيدي. إذن صباح الخير عليكم مشاهدي الكرام أينما كنتم، حلقة جديدة من برنامج الشؤون. نذكر أن البرنامج يرتبط مع الأخوة في إذاعة الفرات، مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، نعم، اليوتيوب. أكيد أرقام الهواتف ستكون مع زميلنا المخرج نورس العنزي في أسفل الشاشة. فاصل ومن ثم الشؤون إن شاء الله. أهلا بكم من جديد. نذكر أن اللي يتصل بنا يسمعنا عن طريق الهاتف، وكذلك إذا كانت المشكلة خاصة دون ذكر أسماء يعتبر تشهير مخالف للقانون. وأيضا ضمن الجولات التفقدية لمعالي السيد وزير الداخلية السيد عبد الأمير كامل الشمري، وزير الداخلية السيد عبد الأمير كامل الشمري يلتقي عددا من أسر الشهداء في محافظة الأنبار، ويؤكد على أهمية التواصل الدائم معهم ويشيد بتضحيات أبنائهم. وكذلك في جولة تفقدية أخرى، وزير الداخلية السيد عبد الأمير كامل الشمري يطلع على الاستعداد العالي للفوج التكتيكي في الأنبار والتدريبات التي يقوم بها، ويحضر أحد فعالياته التدريبية القتالية، ويشيد بمهنية وأداء ضباط ومنتسبي الفوج، معربا عن إعجابه بجاهزية المنتسبين. إلى ذلك التقرير. أنا الموجود الآن كوزير داخلية أعتبر نفسي ابنكم وأخوكم لكل عوائل الشهداء، لذلك أدعو الأخ قائد الشرطة ومدير الشهداء والجرحى أنه لا يدخلون جهد في سبيل إعانة عوائل الشهداء ومشاكلهم ومعرفة مشاكلهم وحلها. أسبوعياً أنا مخصص تقريباً أكثر من 5 إلى 6 ساعات ألتقي بعوائل الشهداء حتى أشوفهم وأشوف احتياجاتهم، وباب مفتوح لكل عائلة الشهيد ويسمعون الأخوان لحضوركم، وأي مع أي مشكلة أي قضية تحتاجها أنا حاضر.
إذن أهلا بكم من جديد. بالإمكان أيضا التواصل مع المكتب الإعلامي الخاص لمعالي السيد وزير الداخلية عبر الصفحة الرسمية المتواجدة على السوشيال ميديا وطرح مناشدات منسوبينا ومواطنينا. أهلا بكم من جديد وبرنامج الشؤون. أول اتصال، صباح الخير، تفضل. صباح الخير سيدي. أهلا وسهلا بك، تفضل أخوي. الله يخليكم سيد، رحم الله والديكم، مشكورين على هذا البرنامج. أحنا بارك الله فيكم. احنا بخدمتكم، رحم الله والديك سيدي. سيدي عندي رواتب متراكمة. اسم جنابك، اسم جنابك ودارتك. اسم جنابك ودارتك العزيز سيدي. كنت سابقا ضمن قيادة الشرطة الاتحادية، المفوض عباس كريم عبد الحسين. عباس كريم، عباس كريم عبد الحسين، شرطة اتحادية. اي فرقة؟ اي لواء؟ سابقا اتحادية وحاليا حاليا سيدي نقلت على مديرية الجنسية لكوني من ذوي الشهداء سيدي، رحمة الله عليهم جميعا. بغداد؟ الله يخليك. لا، نقلت على السماوة سيدي. نعم، كنت ضمن الفرقة الثانية اللواء الخامس، الفرقة الثانية الفوج الأول. تفضل. نعم سيدي. سيدي عندي رواتب متراكمة في مديرية الرواتب للشرطة الاتحادية. نعم. والرواتب صدر بهن الصك، فبعد ما صدر الصك ما تبلغت بالصك، فبقى الصك الى حين توقف. بعد ما راجعتي الى مر مرات بدون يعني عليك يا الله، نعم، لقيته متوقف بطل، يعني مكتوب عليه باطل. اي راجعت رجعت القياده اخي العزيز؟ نعم سيدي. من راجعت لقيته قالوا هذا بطل الصك لين انت ما جيته. فانا سيدي مو شكوى هاي، بعد صار مو مشكله. نعم. فقالوا ما اجيت انا لو مبلغين الي صك اجي، شلون ما اجي؟ ماكو مشكله اخ عباس. نعم. بما انه صدر صك يعني بالامكان حل الموضوع. احنا العفو سيدي، العفو، اسف. نعم، احنا راح ننادي باسمك. نعم، مقر قياده الشرطه الاتحاديه، وان شاء الله راح نتابع شنو العلاج اللي يمكن يصير موضوعات لغرض صرف رواتبك. الله يخليك، تابعنا. تفضل تفضل اخوي. نعم سيدي. سيدي مو صدق رصك، قلت لك ما بلغوني فتوقف. يعني واضح واضح واضح، وصلت الفكره، وصلت الفكره اخ عباس. تابعنا، اسمع النداء خاص بيك حتى تعرف شنو الاجراء. برنامج الشؤون للسيطره. انا بالمراقبه جميع الاجهزه بالمراقب المقرات الفرعية من السيطرة إلى برنامج ألو شؤون. سيدي صباح الخير على حضرتك المقدم محمد وجميع كادر البرنامج. أتفضل سيدي، أسمعك جيد. أشكرك أخي العزيز، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة جميعا. عن طريقك تنادينا السيد معاون مدير شؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية العميد وائل المحترم فيما يخص موضوع المنتسب من ذوي الشهداء منسوب سابقا الى الفرقه الثانيه اللواء الخامس شرطه اتحاديه عباس كريم عبد الحسين، رواتب متراكمه عند صك متاخر، تم ابطال الصك، معالجه موضوعه وشنو بالامكان نقدر نقدم له؟ بارك الله بيك. تؤمر سيدي. واضح. هلا، معاون مدير شؤون الاتحاديه. معاون مدير شؤون الاتحاديه سيدي. نعم سيدي عميد وائل، تفضل. معاون مدير شؤون الشرطه الاتحاديه. أخي الله يسعدك، تحياتنا إليك والأخوة هذا البرنامج. تم تدوين المعلومات الخاصة بالمتصل، وبإمكانه مراجعتنا وراح يتم توجيه أحد ضباط القسم لإكمال موضوعه بالتنسيق مع مديرية الرواتب والأمور المالية. نعم. كذلك عندنا إجابة سابقة من الحلقة السابقة، أحد الحلقات السابقة تخص المتصل كاظم خزعل حاتم. نعم. اللي كان عليه تعميم عمر قبض. تم متابعة الموضوع مع قيادة الفرقة السادسة، تم توجيه كتاب بإلغاء أمر القبض المرقم 8090 في 24/6/2023، وراح يتم المتابعة مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية الدائرة القانونية بصدد الموضوع. للمعلومات تفضل. نعم. معاون مدير شؤون الاتحادية سيدي، الله يبارك بجهودك على متابعته. شكرا سيدي. واضح. برنامج ألو شؤون سيدي، اتفضل رجاء على مسمع من الاتصال الاخ المفوض عباس والاجابه من الحلقه السابقه. اتفضل سيدي. اشكرك اخي العزيز للمعلومات، اذا كان بالامكان توفير الاجابه حتى اذا بحاجه الى حضور المنتسب نبلغه بالحضور. متابعه الموضوع واجابه ضمن وقت البرنامج بحل موضوعه، اذا يحتاج يحضر نبلغه بالحضور الى مقر الشرطه الاتحاديه. استلمت، واضح، بارك الله بيك. شكرا لك سيدي عميد. نعم. وائل معاون مدير شؤون الشرطة الاتحادية، تحياتنا لك أخ عباس. أيضا قد تكون لك إجابة أخرى برنامج على الشؤون. نعم سيدي تؤمر. واضح أيضا رجاء أكون خلال. نعم. الجهاز حاليا.
واضح صحيح الشرعي. معاون مدير شؤون الاتحاديه سيدي فقط كنت متاكد بخصوص المتصل. نعم نعم سيدي. معاون مدير شؤون الشرطه الاتحاديه، اخي راح يتم الاتصال بالاخوه مدينه الرواتب والاجابه خلال وقت البرنامج في حال طلب حضوره راح ننادي عليه. هو الصحيح سيدي. نعم شكرا سيدي. نعم شكرا سيدي. واضح برنامج الشؤون سيدي فقط. على مسمع من جميع النداءات. أشكرك أخي العزيز. شكرا لك سيدي عميد وال. تحياتنا لك الأخ. نعم. عباس انتظر إجابة بعد قليل. اتصال آخر على شؤون. صباح الخير تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أخوي. صباح الخير سيدي عليك على مقدم محمد. شكرا لك كريم. صباح الخيرات على كل شعب من العراق. تفضل. سيدي اسمي عبد الله أحمد محمد من محافظة نينوى. عبد الله أحمد محمد. وين الدوام عبد الله؟ سيد انا فاحص بال 2007. نعم نعم تفضل سيدي. بس بلا زحمه اريد اعرف اخر اجراء يعني بالفاحصيه انه احنا مضمون من يعني تكملت اجراءاتك جاتك الرساله الاخيره. ايه كملت وجيت بشارع فلسطين فحصت كامل. شنو للطلبه يعني تتاكد من اسمك كامل سيدي؟ اذا تاكد من اسمي وبس اريد بلا زحمه اريد اعرف الصنف لين بالمقروب ناشرين مصنفين بالوزاره. اسمع الاجابه الموحده من قبل السيد. تابعنا اخ عبد الله. تابعنا اخوي. برنامج الشؤون للسيطره. اتفضل سيدي اسمعك جيد. أشكرك أخي العزيز. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل عبد الله أحمد محمد من أهالي نينوى فاحص 2017 تدقيق اسمه وآخر إجراء بحق. بارك الله بك. تمام سيد واضح. أهلا مدير شؤون مبنى الوزارة. أهلا مدير شؤون مبنى الوزارة السيدي. نعم سيد عميد عقيل تفضل. معاون شؤون مبنى الوزارة أخي. صباح الخير. صباح الخير على الأخ مقدم سيط المقدم. صباح الخير السيد عقيد. صباح الخير. راح تكون راح تكون إن شاء الله تطبيق راح تكون إنجاز إن شاء الله. معاون مدير شؤون مبنى الوزارة. نعم سيدي شكرا. واضح برنامج الشؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد عباس المحترم. إن شاء الله بانتظار الإجابات. شكرا بارك الله بك. نعم. شكرا لك سيدي عقيد عباس. تحياتنا لك وعلى تواصلك المستمر. الأخ عبد الله تابع الحلقة لك إجابة بعد قليل إن شاء الله. اتصال ألو شؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا أخوي أقدر أسولف يعني؟ أنت بالجو إلك تفضل. اسمك الكامل وين دوامك شنو تعمل؟ آلي منتسب عقيل مفسوخ عقدي عقيل دوهان لحسين صراحة. إحنا بالداخلية ما عندنا شيء اسمه مفسوخ عقدك. عقيل دوهان. أما صادر بيك أمر فصل أو أمر طرد. لا أنا بس أريد أعرف 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 أحنا إجاني كتاب من الموارد البشرية. أنت كنت وين تداوم أخي العزيز؟ قيادة شرطة النجف. شرطة النجف. اسمك الكامل؟ عقيل دوهان حسين سرحان. عقيل دوهان حسين سرحان. سبق وانا اتصلت بكم بس ما اعطيتوني الجواب الشافي. شنو كان موضوعك تفضل؟ موضوع انه معاملة رفعت من بعد ما رفعوا اقراني يعني كان على مود نقص كتاب عندي من رفع المعاملة. نعم. فاجى كتاب فرفعوا معاملة فاجى كتاب من الوكالة فسووا بيها محضر لجنة بعادتي وكمل أوراقي. نعم. رفعها مرة ثانية. نعم. فأجي كتاب من الموارد البشرية رقم 38,805,29,4. فأنا أبدأ أعرف نفسي أنه مثلا ضمن القوام الإعادة أو غير ضمن القوام. يعني تدقيق اسمك أخي عقيل. تدقيق اسمي. تدقيق اسمي بس أستاذ بس أبدأ أعرف الجواب لأنني شلون أعرف الجواب يعني أنت راح. إحنا حتى إذا ما سمعت الجواب فالحلقات تنزل على السوشيال ميديا على اليوتيوب بالتأكيد. والفيسبوك وانت ظل تابع الحلقة اللي راح يكون جوابي لك اخي. تابع الحلقة تحياتنا لك. زين ماشي تنعاد هاي الحلقة يعني بالتلفزيون؟ ما تنعاد موجودة باليوتيوب. موجودة باليوتيوب وكذلك بموقع قناة الفرات الفضائية على مواقع التواصل. تنزل باسم ال شؤون وبتاريخ اليوم. يا ارجو منكم بس تدققون اسم القوام ان شاء الله. اسمع النداء. اسمع النداء الكريم. برنامج ال شؤون للسيطرة. مدير شؤون مضادة الرصاصة. برنامج ال شؤون للسيطرة. برنامج الشؤون للسيطرة. هلا برنامج الشؤون سيدي تفضل اسمعك جيد. اشكرك اخي العزيز. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في وكالة شؤون الشرطة
العقيد حيدر المحترم فيما يخص موضوع المتصل المنسوب سابقا إلى قيادة شرطة النجف الأشرف عقيل دوهان حسين سرحان، تدقيق اسمه ضمن قوام الإعادة، مكتمل إجراءاته من عدمه. تأمر سيدي واضح. هلا مدير، شلون وكالة شلون الشرطة جب سيدي؟ نعم سيدي عقيد حيدر تفضل. هلا مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة، تحياتنا وتقديرنا للأخ مقدم سيف المحترم والأخ العزيز مقدم محمد. بالنسبة للمتصل الأخ عقيل دوهان، تم الاتصال من قبله بتاريخ 11/6/2023، وتم الإيضاح من قبلنا بإجابتنا بكتاب وكالة شؤون الشرطة بالعدد 61833 في 5/4/2023، لا مانع من رجوعه إلى الخدمة بعد إقرار الموازنة إن شاء الله إذا الإجراءات مكتملة. نعم مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة سيدي، الله يبارك بجهودك على إجابة برنامج له شؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم، شكرا للمتابعة. كذلك يعني يتفضل السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد إجواد الصافي المحترم بخصوص نداء السابق، بارك الله بك. برنامج له شؤون عسيد أمر واضح. هلا مدير شؤون بغداد الرصافة. هلا مدير شؤون بغداد الرصافة جب سيدي. نعم سيد العزيز. مدير شؤون بغداد الرصافة أخي أشكرك، الله يبارك بجهودكم، تحياتي للأخ المقدم سيف والمقدم محمد. شكراً والكادر سيدي المميز لقناة الفرات الفضائية. شكراً سيد العزيز. والسيطرة المركزية والمشاهدين الكرام، إجابات الحلقة السابقة بخصوص اتصال الأخ مجيد عبويض طاري حول نقل نفوس من قضاء غماس إلى النجف، نعم، تزويدنا برقم الطلب لغرض تسقيط اسمه. كذلك بخصوص الأخ المتصل أحمد عبد خالف سالم حول مخاطبة مديرية تحقيق الأدلة الجنائية رقم الكتاب 7178 في 18/6/23، كان اتصاله يوم إصدار الكتاب من مديرية شرطة الأنبار ولم يرد إلى مديرية تحقيق الأدلة الجنائية لحد الآن. أشكرك، الله يوفقك إن شاء الله. شكرا سيدي على المتابعة. مدير شؤون بغداد الرصافة، الله يبارك بجهود سيدي على المتابعة، شكرا واضح. برنامج ألو شؤون سيدي تفضل بخصوص الإجابات من الحلقة السابقة. بالتأكيد أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. نعم أخي مقدم. شكرا لك سيدي عميد جواد مدير شؤون بغداد الرصافة، كانت إجابات من الحلقة السابقة. وأيضا بخصوص الأخ عقيل دوهان حسين سرحان، كانت هناك إجابة مفصلة من السيد العقيل. نعم إذا إجابة من الأنبار وكالة شؤون الشرطة. ألو شؤون سيدي، هناك إجابة من السيد مدير شؤون محافظة الأنبار. أشكرك أخي العزيز، تفضل السيد العميد المحترم. تؤمر سيد واضح مدير شؤون محافظة الأنبار تفضل. نعم سيدي عميد أسعد. السلام عليكم، خلاف البرنامج السابق تم في مطار قيادة شرطة الأنبار بالإدارة أن المتصل يدعى حميد حمد عبد العلياوي ومنسوب لوزارة الخارجية الأنبار وليس كما جاء بالنداء حميد محمد عودة، وأما في مطار لا تجد أي قيادة على أنه غير صادر، سوف يتم تبليغ المتصل المذكورة عن جهة تدقيق الأوليات وتقديم المساعدة. وأشكرك سيدي، إذا بالإمكان إعادة النداء أو مدير شؤون محافظة الأنبار، رجاء النداء غير واضح متقطع. نعم فقط الاستلامات المتصل حميد عبد من الحلقة السابقة. نعم سيدي صحيح، إعادة النداء إذا أمكن. هلا مدير شؤون محافظة الأنبار سيدي، تفضل سيدي عميد أسعد بخصوص المتصل حميد محمد عودة سعد. منتصر موجود بالمنطقة حميد حمد عودة سعد نيالي منصور. نعم رجيل أنبار ابتداء حميد محمد عودة. صحيح. نعم سيدي. نعم سيدي، حاليا واضح برنامج هلو شؤون سيدي على مسمع رجاء مجال السيد مدير شؤون الأنبار بخصوص المتصل حميد حمد عودة. نداء السيد العميد هو الصحيح، أشكرك بارك الله بك. شكرا. نعم. لك سيدي، تحياتنا لك والأهلنا في محافظة الأنبار. إذا اتصال آخر والشؤون تفضل. نعم هلا مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة، ناخذ اتصال حاليا. نعم تفضل. صباح الخير. ألو السلام عليكم. صباح الخير. عليكم السلام. أهلا وسهلا بك. الله يعزك أستاذ، عندي مناشد أنا من العمارة للسيد وزير الداخلية المحترم عبد الأمير الشمري أبو الفقرة
ابو الطيبات اريد اكون يسمع صوتي، انا قاعد تجاوز اريد اريد شلون ما كان كلف الامر من مساعدتكم. انت بس تضل مجال اسولف وياك بس نسولف وياك، انت مواطن يعني مو منسوب. اي والله. شنو طلبك بالتحديد اخي العزيز؟ صوتك غير واضح. تسمعنا تسمعنا مو تسمعنا؟ اسمعك استاذ. انت مواطن مو منسوب لوزاره الداخليه؟ نعم نعم مواطن. شنو اللي تريده من السيد المعالي بالضبط؟ والله العظيم عندي 19 نفر ودي اتعين، اريد عقيد، اريد طباخ عندكم، فراش، كل شيء كان سيدي المقدم. اخي العزيز اخي العزيز اخي العزيز اذا تسمح لي جنابك. نعم نعم. آلية التعيين في وزارة الداخلية واضحة وشفافة للجميع. كل نعم. التعيين يكون عن طريق مديرية إدارة التطوع وفق السياقات نعم. والتعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الداخلية. نعم. أي تعيين ماكو بصورة مباشرة بإمكانك نعم. متابعة موقع مديرية إدارة التطوع، وفي حال نعم. الإعلان عن التعيين بإمكانك ملء الاستمارة والتقديم مع المواطنين اللي يقدمون على التعيين. شكرا لك ولاتصالك. يعني اخوي الكريم اذا نعم. كان عندك ابن بعمر صغير من ضمن المواصفات والشروط المطلوبه للتعيين حاليا بصفه عقد، اكيد نتمنى له التوفيق، يقدم عن طريق موقع اداره التطوع. نعم. وان شاء الله التوفيق للجميع. نعم. اتصال وعلى شؤون، تفضل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله. سيدك مفوض كاظم هادي زباله منسوب الى محافظه نجف الاشرف. كاظم هادي زباله سيدي، انا من ذوي الشهداء. نعم من ذوي الشهداء. رحمة الله عليهم جميعا. الله يرحم الشهداء جميعا. الله يسلم مسيح الله وعده. سيدي عندي سنين. نعم. سيدي كتاب، سيدي كتاب نقل مالتي صار له سنه وسيدي بالوزاره بالموارد البشريه. سيدي هسه ما وقع. نقل من اي داره الى اي داره؟ سيدي من وزاره بغداد الى النجف. نعم. الدفاع المدني. منين؟ سيدي من وزاره، سيدي وزاره الدفاع والموارد البشريه. من وزاره الدفاع؟ لا سيد، من وزارة داخلية سيد بالوزارة الموارد البشرية. أخي أنت جنابك وين الدهوم؟ أنت وين الدهوم حاليا؟ سيد حضرة نجف الأشرف. يعني بقيادة شرطة النجف الأشرف. نعم نعم سيدي. شرطة محلية. شرطة محلية. نعم سيدي. سويت كتاب سيد 400. تريد تنقل إلى أي دائرة جنابك؟ سيد أنا كتابي سيد نقوله سيد موجود سيد. يعني عندك أمر إداري صادر بالنقل؟ نعم سيد موجود 441 441 تاريخه 3 2022 نعم سيد سيد قلت لي بالقانون وصار سيد كتابي صار سنه وصار ما موقع. احنا انت ماذا نعرف؟ انت ساعه تقول الامر الاداري صادر بالنقل، جنابك هسه تقول الامر ما موقع. الامر الاداري وصل الى القياده اخي العزيز؟ هذا رقم تاريخ. شنو هذا رقم تاريخ؟ سيد بالموارد، سيد شبكة التنقلات سيد بالموارد البشرية. يعني أمر إداري صادر بالنقل وصل إلى القيادة؟ لا سيد ما وصل. ما وصل يعني بعده ضمن الموارد البشرية حسب ادعائك. بسمع سيدي، بس اسمع سيدي، قلت لي بالقانون يصدر أمرك. أخي إحنا وين قلنا لك؟ شو وقت قلنا لك؟ سيدي أنا سيدي خابرت، سيدي خابرتكم ليش مرة سيدي صار 6 أشهر مخابرتكم سيدي. نعم. وكتاب ما وصل. راح نتابع الموضوع، اسمع النداء. تابعنا. برنامج الشؤون للسيطرة. أشكرك أخ العزيز، عن طريقك تنادينا السيد معاون مدير شؤون الداخلية في مبنى الوزارة العقيد عباس المحترم فيما يخص موضوع المتصل كاظم هادي زبالة من ذوي الشهداء عند معاملة نقل ضمن تنقلات المراتب في الموارد البشرية. لا. رقم الكتاب حسب ما يخبرنا 441 في 2322 آخر إجراء بحقه، بارك الله بيك. ومن ثم يباشر السيد مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة العقيد حيدر المحترم. هلا معاون مدير شؤون مبنى الوزارة. هلا معاون مدير شؤون مبنى الوزارة. نعم سيدي عقيد عباس. معاون شؤون مبنى الوزارة خيال مسبع من المتصل كاظم هادي زبالة. نعم. حيث من التدقيق ضمن مدير إدارة الموارد البشرية. شكرا لك سيدي. تنقلات المراتب حتكون ضمن فترة البرنامج، كذلك بخصوص المتصل الفاحص عبد الله أحمد محمد. نعم. غير بالنسبة حسن 2014 بعد التدقيق ضمن مديرية إدارة التطوع الفاحصين اسمه جبن القوار. جيد شكرا. والصنف الله يبارك بجهودك. شكرا سيدي واضح. برنامج الشؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع بالنداء السيد العقيد المحترم. يتفضل العقيد حيدر مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة المحترم، يتفضل. نعم سيد عمر. على مدير شؤون الوكالة. على مدير شؤون الوكالة سيدي.
نعم نعم سيد عقيد حيدر تفضل. هلا مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة، إجابة المتصل من الحلقة السابقة حيدر كامل مغفر. نعم. كتاب وكالة شؤون الشرطة مديرية شؤون الجنائية والحركات ذوي العدد 97304 في 1/6/2023 إلغاء تعميم أمر قبض والمعنون إلى مديرية التسجيل الجنائي. تمت إجابة مديرية التسجيل الجنائي بكتابهم بالعدد 12472 في 18/6/2023 بإلغاء أمر التعميم والتأشير في حاسبات التسجيل الجنائي. جيد. حتى يكون عندكم علم. واضح جدا سيدي. الله يبارك بالجهود والمتابعة مدير شؤون المكان العمسي. شكرا. واضح برنامج هذا الشؤون سيد فضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم، شكرا بارك الله بك. تفضل مقدم محمد. العقيد حيدر مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة، شكرا لك سيدي على تواصلك المستمر مع برنامج أهل الشؤون وتلبية من مناشدات مواطنينا ومنسوبينا. اتصال وأهل الشؤون تفضل. ألو. ألو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن عمي أنا شرطي مفصول رئيس عرفة. نعم. اسمك الكامل. عندي أوليات بالبيت قطع علاقة وأمر إداري وهوية قديمة. اسم جنابك؟ عبد الله فاضل سليم رئيس عرفة. هذه حلقة خابرتكم كل نتيجة ما بتعمل. بس جنابك شو اسمك أخي العزيز؟ أنا عباس فاضل سليم رئيس عرفة. عباس أنت اتصلت فينا قلت أنا بالتسعين كان رئيس عرفة فاضل رئيس سليم عرفة. محمد شرطة صلاح الدين. إيه صلاح الدين. قلت بال91 أنا عندي إيه أمر إداري وجهناك أنه تحضر إلى مقر الوزارة لمبنى الوزارة مقر الشؤون الداخلية. جنابك ما حضرت. ابن عمي ما أنا أجي ما يطببوني. أخي العزيز هذا كلام. عندنا مخول واقف بالباب يستقبل الناس. شو ما يطببك يا أخي الكريم. والله أنت جيت بس اسمح لي بس على كيف. اسمح لي جنابك حتى تصيركم مصداقية تصير مصداقية بالحديث. جنابك من بعد ما بلغناك حضرت. جنابك حضرت. سؤال انت ما تريد تعاون نفسك الظاهر يعني جنابك. انا دا اسألك سؤال. اسألك سؤال اخي العزيز. جنابك حضرت بعد ما بلغناك. اذا انت ما تريد موضوعك ينحل. احنا بلغناك انه تحضر الى مقر الشؤون الداخلية وابواب وزارة الداخلية وليس فقط مقر وزارة الداخلية مفتوح امام جميع المواطنين، ويوجد استعلام والدليل على هذا الاتصالات والإجابات اللي ترد من الإخوان المواطنين اللي يرجعون يتصلون بينا ويبلغونا أنه حضرنا وتم استقبالنا وتم إنجاز معاملاتنا. تقدر ترجع إلى أرشيف برنامج ألو شؤون على اليوتيوب وراح تشوف مدى الاتصالات وحل مشاكل المواطنين. مع هذا شكرا لك ولاتصالك وبإمكانك الحضور بعد العيد إن شاء الله لاستقبالك وحل موضوعك. تحياتنا لك أخ عباس. يعني برنامج الشؤون ليس مقدم سيف أو مقدم محمد. بالتأكيد. هناك الكثير من يعمل خدمة المواطن حسب توجهات الوزارة وسيد معالي وزير الداخلية المحترم. هناك الكثير من يعمل خدمة منسوبينا وضباطنا ومواطنينا. لذلك احنا من النادي باسمك معناته بالتأكيد. عندك رخصة للدخول إلى مقر الوزارة. اتصال آخر والشؤون. صباح الخير على الأخ المقدم سيف والمقدم محمد. صباح الخير على السيد العزيز عميد مصطفى المحترم المنتسب عباس فاضل أبو. النداء للعميد مصطفى. تم تدقيق اسمه ضمن قوائم الإعادة وتبين اسمه موجود ومستوفي كافة شروط الإعادة، ولكن بانتظار شؤون الطاقة الموازنة الإخوان في السيطرة إذا بالإمكان إعادة النداء. معلوماتك تفضل. مدير شؤون الطاقة سيد مصطفى فقط إذا يمكن إعادة النداء. إعادة النداء. إعادة النداء مرة أخرى. النداء كان غير مسموع. إذا أمكن إعادة نداء السيد العميد المحترم العميد مصطفى مدير شؤون الطاقة. برنامج ألو شؤون نعم سيد أمر واضح. مدير شؤون الطاقة سيد رجان على مسمع. نعم سيدي عميد مصطفى تفضل. بخصوص الإجابة والاتصال من الحلقة السابقة. هلا مدير شؤون الطاقة يا أخي الله يسعدك. بخصوص المتصل في الحلقة السابقة المنتسب عباس فاضل عبيد. نعم. تم تدقيق اسمه ضمن قوائم الإعادة وتبين اسمه موجود. عباس فاضل عبيد. توفي كافة شروط الإعادة. ولكن بانتظار تعليمات الموازنة بغير إصدار الأمر الإداري بذلك الشيء. نعم. معلوماتك تفضل. نعم شكرا سيدي. شكرا سيدي. نعم واضح برنامج ألو شؤون سيد فضل.
أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. العميد مصطفى مدير شؤون شرطة الطاقة، تحياتنا لك سيد العزيز على الإجابة الوافية. اتصال والشؤون، تفضل. ألو. ألو، تفضل أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أنا مواطنة من أهالي النجف. أهلا بيك وأهلا بالنجف الأشرف، تفضل. عندي مناشدة لبرنامجكم، لأن ماكو يعني بوابة الناس من عادة برنامجكم. أهلا وسهلا بيك. كل زوجي داوم بالدفاع. بدي وزارة الدفاع؟ أي بين بالدفاع. نعم تفضلي. وتوفى مرض الكورونا. رحمة الله. الحمد لله. رحمة الله والديك. وهسه يقولون على أساس منزلين كتاب أمر يعني تحويلهم من متوفين إلى شهداء. نعم. صادر 30/3. نعم. بس لحد الآن كل تنفيذ ماكو، كل مرة إعدادات في التقاعد يقولون ما عندنا أمر تنفيذ. جناب ايش راجعتي وزارة؟ أنت مو تراجعين التقاعد، راجعي الإدارة في وزارة الدفاع أو حتى نعم. السابقة. يعني أروح الوحدة، هو يداوم بالمدفعية مال أبو غريب. إيه تراجعين الوحدة مالته بإعادة المجلس التحقيقي وإعادة صياغة القرار، هذا المعمول عندنا في وزارة الداخلية. مع هذا إن شاء الله مناشدتك يسمعوها الإخوان في إعلام وزارة الدفاع. ألو. وإذا عندهم إجابة على هذا الموضوع الاتصال بينا على أرقام الهواتف المثبتة أسفل الشاشة. بس اعطينا اسم زوجك حتى يتم متابعة الموضوع من قبل الإخوان. نعم اعطينا اسم الزوج. زوجي اسمه عامر طالب جبر. عامر طالب جبر وحتى سين حتى بالمدفعية بالمديرية مع المدفعية مع الأبا غير الكتيبة الثانية. الكتيبة الثانية إن شاء الله يسمعوش الإخوان في إعلام وزارة الدفاع ويطلش إجابة. إذن هي مناشدة من الأخت بخصوص عامر طالب جبر حسين للإخوان في إعلام وزارة الدفاع، والتحية لكم أكيد. نعم. اتصال والشؤون، تفضل. ألو. نعم الشؤون أنت بتجاوب، تفضل. يعني كذلك من خلال بما أنه النداء ما تأمن مع الأخ المتصل، يعني كثير ما ترد مناشدات عن طريق برنامج الشؤون لمنتسبي وزارة الدفاع، اللي نرجو من الإخوان في إعلام وزارة الدفاع متابعة البرنامج ورصد هذه المناشدات والعمل سوية على حلها. هذا البرنامج يعني مو فقط لوزارة الداخلية، اليوم كل المواطنين في كل العراق يتصلون من كل الدوائر ضمن برنامجنا، فإحنا ما عندنا مانع إذا أكو مناشدات ويكون لها حل ضمن إعلام وزارة الدفاع حتى وإن كان بعد البرنامج. يتصل بنا أحد الإخوان الإعلاميين في إعلام وزارة الدفاع، نزوده بأرقام هواتفنا لغرض التواصل وحل هذه المناشدات اللي ترد للبرنامج. الكل يعمل سوية لخدمة المواطن. نعم أخي مقدم حمد. نعم شكرا لك سيدي مقدم سيف. نعم مثل ما ذكرت نعمل سوية لخدمة المواطن والوطن، هذا واجبنا ونفخر بالتأكيد. اتصال والشؤون، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. الله يسعدك سيدي. الله يخليك أخوي. الله يسلمك، أهلا وسهلا بك. أنا اتصلت بكم سابقا عن الجريح رئيس عرفات جاسم محمد الشاب بخصوص المعيل. نعم تم متابعة موضوعك، شنو اللي طلبه حاليا؟ عفوا بس شار رقم الكتاب غلط، الكتاب مال الشهداء والجرحى. احنا درينا، احنا من خلال نداء السيد مدير شؤون مبنى الوزارة ونداء السيد مدير بغداد الرصافة عرفنا أنه رقم وتاريخ الكتاب هذا خطأ من خلال متابعتهم لهذا الموضوع وإجراء وموضوعك. بس اسمح لي جنابك، موضوعك متابع وحاليا ضمن الإجراء فقط بانتظار إصدار الأمر الإداري. عفوا بس للتصحيح رقم الكتاب، احنا درينا برقم الكتاب خطأ وعندنا الرقم الصحيح. يعني أخي العزيز من خلال الاسم احنا استخرجنا الأوليات. نعم موضوعك متابع، ما نحتاج رقم وتاريخ الكتاب اللي عند جنابك. يعني اخر اجراء شنو اللي صار؟ امر اداري ان شاء الله بانتظار توقيعه حسب ما خبرنا السيد مدير شؤون مبنى الوزاره. اي والله لان مقبل على عمليات ان شاء الله ويحتاج الصحه والعافيه لك ان شاء الله. اكون ممنون لك. تحياتنا لك جاسم، شكرا لاتصالك، موضوعك ان شاء الله بالاجراء. اتصال للشؤون، تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بك. نعم بعد الاتصال. بعد الاتصال الاخوان في السيطرة. طينا اسمك بس من فضلك. نعم اول شيء طينا اسمك. ثاني شيء وثاني شيء بدون ذكر اسماء خاصة لان يعتبر تشهير. ماشي. فلذلك طينا اسمك الرباعي، تفضل. الو. تفضل اخي العزيز. الو تفضل.
الو. نعم تفضل. طيب اسمك الرباعي اخوي. قاسم ظاهر تجيل. قاسم ظاهر تجيل. اسمعنا من التليفون، اترك التلفاز. ما ترك التلفاز. اهلا وسهلا تفضل. اللي دعوة مركز شرطة العلوية ضاعت عليه، هي دعوة تسليم. تسليم؟ عندي اوراق اي تسليم. تسليم. اللي ابويا قتل بها والدي، فعندي الاوراق تثبت بان يعني والدي مكلف وعندي دعوتي بهذا المركز. نعم. كل ما راجع مركز ما عندك دعوة، كل ما راجع مركز ما عندك دعوة. انت من راجعت الدعوة اي سنة كانت؟ من 2004. 2004؟ نعم. زين. عندك ما يثبت انه قامت الدعوة؟ سجلت مسيرة يمك 10815. شنو 10000 هذا؟ رقم السيارة متسلبة. لا أخي العزيز، عندك ما يثبت إقامة الدعوة ضمن هذا المركز؟ يعني الاتصال. نتمنى الأخ قاسم أن يعاود بنا الاتصال مرة أخرى وأن يكون عنده معلومات وافية يعني عن مشكلته، رقم الدعوة، تاريخ الدعوة، مركز الشرطة. نعم. حتى نقدر نساعدك أخوي الكريم، وتحياتنا لك. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون للسيطرة، الأخوان في السيطرة إذا تسمعونا من خلال الشاشة. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص موضوع المتصل قاسم ظاهر ثجيل، حسب ما يخبرنا أنه عنده دعوة سنة 2004 ضمن مركز شرطة العلوية. تدقيق إذا كان مسجل ضمن سجل الأساس أو ضمن أوليات المركز دعوة بهذا الاسم. من بعده يتفضل السيد مدير شؤون مبنى الوزارة. معه مدير شؤون مبنى الوزارة. برنامج ألو شؤون. عم سيد تامر واضح على مدير شؤون بغداد الرصافة. على مدير شؤون بغداد الرصافة جبسي. نعم سيد عمي جواد تفضل. مدير شؤون بغداد الرصافة أخي أشكرك على مسمع من نداء الأخ المتصل قاسم ظاهر. العميد جواد الصافي سيتم الاتصال بقيادة شرطة الرصافة وبمركز شرطة العلوية وتدقيق الدعوة إذا كان تسجله وإعلامكم خلال فترة البرنامج، وإذا كان يسمعني يتوجه لي حتى يتابع الدعوة. بارك الله بجودك. شكرا سيدي لمتابعتك المستمرة. مدير شؤون بغداد الرصافة شكرا سيدي للمتابعة، بارك الله فيك. نعم واضح. معاون مدير شؤون الوزارة. هلا معاون مدير شؤون الوزارة سيدي تفضل. نعم سيدي عقيد عباس تفضل. معاون شؤون الوزارة أخي بخصوص المتصل كاظم هذا الزبالة. نعم. جو الشهداء. نعم. بعد التفتيش من مدير وزارة الموارد البشرية تنقلات المراتب، هذا كتاب نهائي ما صادر من الموارد البشرية ولا بأي إجراء. إذا أمكن صحة كافة الأولاد يراجعنا إن شاء الله. هيكون تفضل استعلامات الوزارة. نشكرك. شكرا سيدي. شكرا سيدي المتابعة. برنامج ألو شؤون سيدي تفضل. الإجابة تخص مفوض كاظم هذا زبالة. نعم. أشكرك أخي العزيز على مسمع من النداءات جميعا، شكرا بارك الله بك. نعم مقدم حمد. شكرا لك سيدي عقيد عباس والعميد جواد المحترم المفوض كاظم هادي زبالة. مثل ما ذكر أصلا ماكو هيك كتاب، وأنت ما متأكد من معلوماتك أخي الكريم. نعم. تحياتنا لك وشكرا للجميع. اتصال والشؤون تفضل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. سؤال سيدي. سيدي أنا أول شيء أشكركم سيدي، قبل فترة اتصلت عليكم ولم أود كتاب وتجاوبوا الكتاب. الحمد لله. اسم جنابك أخوي الكريم. سيدي أحمد حسين ألوان جبر. أحمد حسين حسين ألوان ألوان. نعم سيدي جبر. صحيح متصل بينا بحلقة سابقة. سيدي أنا عندي مشكلة سيدي. نعم سيدي. أنا مفتيت قبل الهاربين وعدت في العودة. فاسم المعمم على السيطرة سيدي بالحاسبة. أنا حكمت وكمل حكم سيدي. نعم. أنت منسوب كنت الحلقة الثالثة؟ نعم سيدي. سمعت الإجابة من السيد مدير شؤون مدير شؤون الاتحادية قبل قليل؟ لا والله سيدي أنا بالواجب وحتى ما يعني أنا خابروني قالوا أكو اللي شؤون طلعت خابرهم. هاي هي. زين. أهلا وسهلا بك أخويا. احنا كان اكو نداء بخصوص هذا الموضوع، هذا الموضوع دائما متابع من قبل السيد مدير شؤون الشرطة الاتحادية. كثير من المنتسبين الهاربين معمم اوامر قبض بحقهم ضمن السيطرات وانشملوا بالعفو وحاليا راجعوا لاكمال المعاملات الاعادة الى الخدمة. فمن انا عايد سيدي اعرف بالتأكيد. فتم متابعة هذا الموضوع من قبل السيد العميد المحترم لغرض رفع اسماكم، واكو اجراءات بهذا الصدد. نعم سيدي.
مع هذا جنابك تاخذ اولياتك وامري الاداري الخاص بالمباشره وتتوجه الى العميد وائل، تقدر هسه تتوجه له لغرض اكمال معاملتك. عميد وائل سيد وين؟ معاون مدير الشؤون الداخليه بالشرطه الاتحاديه ضمن المقر القياده في النسور. انت جنابك وين؟ سيد انا حاليا سيد داوم حفظ القانون بغداد. حفظ القانون؟ نعم سيدي. اي تقدر تتوجه تاخذ اولياتك اخي العزيز. سيدي انا باسر عادل. انت من كنت بالاتحاديه كان عندك الهروب؟ نعم سيدي. اي اذا اخذ اولياتك تتوجه باي يوم؟ سيدي عادي باسر انا باغير. عادي ماكو مشكله. جزاك الله خير. أهلا الله وسهلا بك. تحياتنا لك اخ احمد. شكرا لاتصالك. نعم. اتصال والشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عين سيد العزيز شلونك؟ اهلا وسهلا بك. وسهلا بجنابك. صحتك اخبارك؟ الله يحفظكم ان شاء الله. سيد انا كنت متسب بفوج فوج محافظه دياله، فوج طوارئ دياله. فوج طوارئ دياله نعم. اي كنت بطيت ب 2017 رجعت ب 2020 داومت تقريبا سنتين سنه ونص. زين. وجاني مجلس مات مال الهروب بتاريخ 30/5/2021. توقفت لحد 30/10/2021. نعم. هاي بدون راتب. نعم. 30/5 طلعت من السجن، سويت مباشرة كملت الإجراء. 30/10 قصدك طلعت من السجن؟ اي 30/10 نعم. 30/10 وقدمت معاملة مال راتب، اعطاني ما اعطاني الراتب مال 11 وال 12. مال الشهر الواحد اعطاني مال السنة الجديدة. اعطينا اسمك الكامل. اعطينا اسمك الكامل. رئيس عرفة حسام محسن مصلح. حسام محسن مصلح. اعطينا الرباعي حسام مصلح. حسام محسن مصلح قريب. اخي العزيز راجع مقر الشؤون الداخلية في ديالة العميد خير الله المحترم راح يكون بانتظارك، اسمع النداء. باشر؟ ماكو مشكلة. باشر ان شاء الله. اهلا وسهلا. تابعنا اسمع هذا النداء حتى تعرف. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون سيدي تفضل اسمعك. اشكرك اخي العزيز. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في محافظة ديالة العميد خير الله المحترم فيما يخص موضوع المتصل رئيس عرفاء حسام محسن مصلح قريط، تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات واستقباله والاستماع لشكوى. بارك الله بك. تأمر سيدي واضح. أنا مدير شؤون محافظة ديالة. أنا مدير شؤون محافظة ديالة جب سيدي. نعم سيدي العميد خير الله. السلام عليكم. على مسمع من نداءك ومن نداء الأخ المقدم سيد تم تثبيت اسم رئيس عرفاء حسام محسن مصلح قريط، يراجعنا باشر وإذا يريد الآن يراجعنا لحسب موضوع. بارك الله فيك. شكرا سيدي. نعم الله يبارك بجهود سيدي. شكرا. واضح برنامج علو شؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله بك. شكرا لك السيد العزيز. تحياتنا لأهلنا في محافظة ديالة. بإمكانك أخ حسام المراجعة الآن أو باشر للقسم. نعم معاون مدير شؤون الاتحاد سيد أكو إجابة رجاءً. يتفضل السيد العميد المحترم. أخي بخصوص المتصل المفروض عباس كريم عبد الحسن. نعم. بعد التنسيق مع مديرية الرواتب اخي تبليغه بالحضور الى مقر مديريه الرواتب راح يتم اجراء اللازم من قبلهم. المعلومات تفضل. نعم سيدي. الله يبارك بجهودك. معاون مدير شؤون الاتحاد يا سيدي مع ماضح. برنامج الو شؤون سيدي رجع على مسمع من الاجابه بخصوص الاتصال الاول المفوض عباس كريم عبد الحسن. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم كذلك تسجيل اسم المنتسب احمد حسين الوان جبر ضمن الاستعلامات حضوره يوم غد ان شاء الله موضوع تعميم امر قبض وحاليا مستمر بالخدمه ضمن شرطه حفظ القانون. بارك الله بك. تؤمر سيدي. واضح. معاون مدير شؤون الاتحاد سيدي على مسمع. نعم سيدي عميد وائل. على مسمع تم تدوين معلومات المتصل وراح يتم اجراء اللازم من قبلنا بعد حضوره الى مقر القسم. شكرا سيدي. شكرا سيدي لمتابعتك. الله يبارك بجهود. شكرا سيدي. واضح. برنامج شؤون سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من جميع النداءات. نعم مقدم. شكرا لك السيد عميد وائل. تحياتنا لك. اذا المفوض عباس كريم عبد الحسين كان اول اتصال توجه للحسابات مع الاوليات. تحياتنا لك. اتصال وائل شؤون. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام سيدي. سيدي مقابلتك سيدي. الي سيدي مقدم. ايه سيدي مقدم. احنا اثنيناتنا مقدمين بخدمتك اخويا.
سيدي انا سيدي مفوض كارم هاج قبل شوي اتصلت فينا قبل قليل كارم هاج زباله. نعم سيدي. تقدر تجينا الى مقر الشؤون الداخليه يوم غد واهلا وسهلا بك. سيدي وين اجيكم في المكان سيدي؟ احنا مقر الشؤون الداخليه مدخل الوزاره من جهه ملعب الشعب. نعم سيدي بس سيطببون سيدي؟ إيه انت فقط قل لهم انا جاي على مقدم سيف راح يستقبلوك بالباب ويدخلوك. اعلام الشؤون مقدم سيف. اي والله. سيدي هو سيدي كتابي سيدي ما تبشر سيدي هو كتابي. تعالوا يصير خير احنا ما لقينا لك اي اجراض من الموارد البشريه. أي والله خير. أخ كارم تعال وجيب وياك كل الأوليات وبيك خير وتتدلل وإحنا هذا واجبنا يا أخوي الكريم. تعال راح تلقى اسمك بالاستعلامات من جهة ملعب الشعب سيد المقدم مقدم سيف مدير إعلام الشؤون أكيد راح يستقبلك. تحياتنا لك وشكرا لاتصالك. نعم. اتصال آخر والشؤون تفضل. ألو 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 تفضل أخوي. أخوي أخوي أنت بتجاوب تفضل. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بك سيدي. انا قضيتي مخدرات. نعم. انت منتسب مدني. 13/3/2018 القيل قبض علي. انت منتسب لو مدني؟ لا منتسب منتسب وزارة الداخلية قيادة قوات الحدود. القيل نعم. قبض عليك تعاطي تاجرة حرس الحدود؟ لا 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 تعاطي يا اما كيدية سوما كيدية. نعم. ورجعت الدوام. نعم. 8 أشهر ورجعت الدوام مالي وباشرت. زين. من 2018 لليوم ما مستلم راتب. شو اسم جنابك؟ اسمك الكامل؟ مفوض عقيل صباح محسن حسن آل خليفة. عقيل صباح محسن محسن حسن. وين الدوام بقيادة قوات حرس الحدود؟ وين؟ قيادة قوات حرس الحدود المنطقة الرابعة لواء 14 فوج الثاني سرية الإسناد. أنا مستمر بالخدمة لا يزال وترفعت. أنا انسجنت رئيس عرفة وترفعت مفوض نوب سامنة نوب سابعة وسادسة وبدون راتب. راجعت القيادة عرفت شنو سبب عدم الصرف؟ راجعت القيادة؟ راجعت القيادة وراجعت الوزارة وجدت القبول مباشرة مالتي. جيت القبول مباشرة وهاي القبول مباشرة عندي كتاب بالبيت. تاخذ اولياتك كلها وراح نسوي لك موعد مع السيد مدير شؤون الحدود اللواء رسول المحترم حتى يكون باستقبالك وان شاء الله عن طريقه ينحل الموضوع. رحمة الله على والدك سيدي. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. تفضل سيدي اسمعك. أشكرك أخي العزيز عن طريقك نادينا السيد معاون مدير شؤون القيادة قوات حرس الحدود العقيد أحمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل عقيل صباح محسن حسن منسوب حرس حدود المنطقة الرابعة لواء 14 سرية الإسناد تسجيل اسمه ضمن استعلامات القيادة وإن شاء الله مواجهة السيد مدير شؤون الحدود اللواء رسول المحترم. استلمت. تأمر سيدي واضح. على معاون مدير شؤون الحدود. أنا معاون مدير شؤون الحدود الجبسيري. نعم سيدي عقيد أحمد تفضل. أنا معاون مدير شؤون الحدود أخي أشكرك تحية لك تحية المقدم سيدي مقدم محمد. شكرا سيدي عقيد أحمد على مسمح من إذاعة المتصل راح يكون بانتظار إن شاء الله خليك توجهنا راح يكون عندنا ضمن الاستعلامات. شكرا سيدي. نعم شكرا سيدي. شكرا سيدي الله يبارك في جهودنا عما ضح برنامج ألو شؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات شكرا بارك الله بك. إذن مرة أخرى نؤكد أن أبواب وزارة الداخلية مشرعة أمام المواطن ومنسوبينا لتلبية استفساراتهم واحتياجاتهم بل وحتى الشكوى. دارة العلاقات والإعلام شكاوى المواطنين المكتب الإعلامي لمعالي السيد وزير الداخلية كل مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة بها هذه المسميات تعمل لخدمة المواطن هي توجيهات المراجع العليا في وزارة الداخلية وعلى رأسهم مع السيد وزير الداخلية المحترم السيد عبد الأمير كامل الشمري والتحية لك سيدي. ختاما للحلقة تقبلوا تحيات من كان معكم في الإعداد والتقديم زميلي وأخي المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية وأنا محدثكم المقدم محمد علي الحسون مدير المكتب الإعلامي للسيد معالي وزير الداخلية والكلمة الأخيرة لك سيدي. شكرا لك أخي العزيز مقدم محمد. شكرا لكل من اتصل. شكرا لكل السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات على متابعة القضايا اللي تطرح ضمن برنامجنا. شكرا لكل أبطال وزارة الداخلية المتعاونين مع ضباط الشؤون الداخلية لغرض إسعاف طلبات المواطنين والمنتسبين والضباط على حد سواء. إلى لقاء وحلقة أخرى وبرنامج الشؤون.